أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم عن قرب. بعد تحرير مديرية حريب طبعت الأوضاع هناك وتحرك الناس إلى أعمالهم وإلى مزارعهم، ويعني بدأ الناس يتنفسون الحرية، ولكن هنالك تخوف كبير من كمية الألغام المهولة التي تمت زراعتها من قبل الميليشيا الحوثية. هنالك نزع وتدمير ل 850 لغم ومن ألغام الميليشيا الحوثية ومتفجرات أيضا زرعتها الميليشيا الحوثية في حريب وعين. ولكن أيضا يعني هنالك يعني تخوف من الأهالي للذهاب إلى بعض المناطق التي قد تكون مزروعة بكميات من الألغام والمتفجرات والتي لا يعلمون عنها، وأيضا الفرق الهندسية تحاول ما استطاعت نزع كميات من الألغام والمتفجرات في ظل عدم تسليم الميليشيا للخرائط، خرائط الألغام والميليشيا التي زرعتها، علما أنها زرعتها بشكل عشوائي. هذا ما سنتناوله في المحور الأول من هذه الحلقة. في المحور الثاني من هذه الحلقة سنتحدث عن يعني محاولة يعني إعادة التعليم إلى وضعه الحقيقي ووضعه يعني وفي الاتجاه الصحيح، وافتتاح لمدرسة القعقاع في حيث بالتزامن أيضا مع استمرار استهداف العملية التعليمية من قبل الميليشيا الحوثية، وهنالك تفجير لمدرسة 26 سبتمبر شمال حيث. إذن عقب هذا الفاصل سنتناول المحور الأول من هذه الحلقة. فؤاد المجيدي مراسلنا كان هناك في مديرية حريب واطلع عن قرب على الوضع، وضع الأهالي ووضع الناس بعد تحرير مديرية حريب، وأيضا سنتحدث عن الألغام والمتفجرات. فؤاد مرحبا بك. نعم، إذن عبد الله عسيلي أيضا المسؤول الإعلامي للواء الثاني زرانيق، مرحبا بك. نعم، إذن سنتحدث اليوم عن المخاطر، مخاطر الألغام والمتفجرات التي لا زالت في بعض المناطق في مديرية حريب. وكعادتها الميليشيا الحوثية بعد دحرها من أي منطقة تزرع كميات كبيرة من الألغام والمتفجرات، ولا يتأثر منها غالبا إلا المدنيون وأيضا رجال الفرق الهندسية. يعني هنالك استشهاد لعدد من أفراد الفرق الهندسية، وأيضا مشروع مسام، وأيضا جرح لبعض العاملين في هذا المشروع. فؤاد مرحبا بك. مرحبا. نعم فؤاد، حدثنا عن ما رأيته عندما نزلت لمديرية حريب، وكيف يعيش الناس، وأيضا حال الأسواق، حال المحال التجارية، ذهاب الناس إلى أعمالهم، إلى مقراتهم. طبعا بعد تحرير المديرية من ميليشيا الحوثي بدأت الحياة تدب في المديرية بشكل تدريجي، لكن هناك عودة للأهالي بشكل كبير إلى الأسواق، إلى أعمالهم، إلى نشاطاتهم التجارية، لكن العودة ما زالت محفوفة بالمخاطر وسط مخاوف للأهالي من الألغام المنتشرة التي زرعتها الميليشيا الحوثي في كل الطرق المؤدية إلى مديرية حريب وأيضا على المحيط المدينة بشكل كبير. يعني هنالك زراعة مخاوف وسط عودة للأهالي إلى أعمالهم والطلاب إلى مدارسهم. يعني هنالك زراعة كميات كبيرة من الألغام والمتفجرات في هذه المديرية. نعم، الميليشيا الحوثية كثفت زراعة الألغام بشكل كبير خصوصا في نعم. عبد الله عسيلي المسؤول الإعلامي للواء الثاني زرانيق، مرحبا بك. نعم أستاذ عبد الله، كيف حالك؟ حياك الله أخي الكريم، مرحبا بكم ومرحبا بقناتكم الكريمة وبكل المستمعين. نعم أستاذ عبد الله، يعني عندما نتحدث عن زراعة كميات كبيرة في مديرية واحدة، لماذا تقوم الميليشيا بهذه يعني بهذه الخطوة؟ ويعني ما الذي سيردع هذه الميليشيا؟ كيف سيتم التعامل معها؟ لماذا لا تتحرك الأمم المتحدة لنزع هذه الألغام والمتفجرات من يد الميليشيا؟ يعني من يتأثر غالبا من هذه الألغام والمتفجرات هم المدنيون فقط.
نعم أخي، لا يقال أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكذلك الحكومات في صمت ما يحدث للمواطنين في قتل ذراع هذه الأرض. أنها تزرعها بطرق مموهة وماترة، تخيل أنها تزرعها في وسط المباني، الجدران، الأشجار، المزارع، المدارس، الطرقات، في كل مكان. ما تشهده اليمن هي جريمة لم تشهدها بلد. أصبحت اليمن أكبر حقل ألغام بعد الحرب الثالثة. الأمم المتحدة لا زالت ملتزمة للصمت، وكذلك المجتمعات والمنظمات الحقوقية والإنسانية لم نرى منهم أي تحرك تجاه هذه الجرائم التي يتعرض لها المواطنون. ميليشيا الحوثي تتفنن في كل مرة في زراعة العدوى الناس بطرق ماكرة ومموهة، وهدفها هو فقط لا غير الأبطال في القوات المشتركة لديهم اليقظة كاملة، ويعرفوا مكر وحداء ميليشيا الحوثي في زراعة الألغام، وكذلك تفننوا في تفكيكها مع كثرة وانتشار هذه الألغام. استطاع الأبطال أن يتعاملوا معها تعامل جيد، لكن المواطن الضعيف، المواطن البسيط، من تضع له حجرة لا يعلم بها أن المغمول، شجرة يراها يجدها مفخخة أو مزرعة في مزرعته تفخخ وكذلك تفوتات في كل مكان. في الساحل الغربي فقط ما يقارب مليون انتج عن عدوتنا في مدينة الخديدة اليوم بعد أخذت مواقع جديدة ودخل المواطنون وعاد السكان وانفتحت خطوط النار. اليوم هناك جرائم من الغرب للمواطنين يروحون شبه اليومي، لم نراهم أمام الرأي العام ولم يظهروا أمام الرأي العام لأنهم في أماكن سيطرة الحوثيين تتكتم على هذه المواضيع. قبل أن أحدثك الآن وصلنا بلاغ بانفجار لغم أرضي في منطقة الدريهمي المخلوعة من قبل القوات المشتركة، وانفجر لغم المعلومة التي عن الإصابة، ولكن أقول لك أن الجرائم هذه مرتكبة مستمرة، المواطنين يموتون يوميا وخاصة في المنطقة التي القوات المشتركة هي الجراح، الطور، طيب استاذ عبد الله حتى يتضح الصوت اكثر سنعاود الاتصال بك استاذ عبد الله، وسنتحدث اليوم ايضا عن مديريه حريب، يعني هنالك نزع لما يقارب من 850 من الالغام والمتفجرات، يعني وسنتحدث ايضا عن ما اهميه تكثيف الجهود لنزع المزيد من الالغام. فؤاد مرحبا بك مجددا. مرحبا، تفضل. كنا تحدثنا عن عودة الأهالي إلى مديرية حريب وسط مخاوف من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بشكل مكثف، لكن هناك بدأت الحياة تدب في المدينة وسط مخاوف من الألغام والعبوة النازية. أيضا هنالك تقطع في صوت فؤاد المجيدي، سنعاود الاتصال بك أيضا فؤاد. أستاذ عبد الله، نعم أستاذ عبد الله، يعني اليوم نتحدث عن تدمير ل 850 من الألغام والمتفجرات في مديرية واحدة فقط أو في مديرية حريب وعين، يعني وبالتالي يعني هنالك تخوف من الأهالي، كيف يمكن أن ننقذ الأهالي من هذا التخوف وكيف يمكن مضاعفة الجهود؟ ما الذي يتوجب بعد تحرير أي منطقة؟ نعم، يجب اولا على المنظمات الحقوقيه والانسانيه ان تتحرك تحرك جاد، وكذلك الحكومه ان تتحرك تحرك جاد تجاه الجرائم. انا اقول لك انه لا يوجد اي احصائيه دقيقه للمواطنين من النساء والاطفال الذين ذهبوا ضحيه لهذه الارقام. كذلك الجيش الحوثي لم يسبق وقد قامت الامم المتحده او اي منظمه حقوقيه بتقارير ضد الارقام والمتظاهرات التي تزرعها، ولذلك هي مستمره. يجب عليهم الضغط على هذه الميليشيات بالتوقف من هذه الزراعه لزراعه العبوات الناسفه، كذلك على المنظمات وعلى الحكومه ان تبذل جهدا كبيرا في تطهير هذه المناطق التي زرعتها الميليشيات في طرق عشوائيه. لو احدثك ما حدث فقط في منطقه الدريمي والجاح والطور التي اخذتها القوات المشتركه، لا زالوا الان
يموتون المواطنين، والسبب انهم زرعوها بطرق اشفائيه وبدون اي قرائط. من زرع هذه الالغام قد يكون انه قد قتل او انهم على حسب ما تصلنا معلومات انهم يقتلوهم. ولذلك فضل تبقى المنطقه ضائعه وتبقى المنطقه يتعرض لها المواطنون، وتبقى هذه الالغام التي زرعتها عرضة للمواطنين يضع رعيتهم المواطنون الابرياء فقط. نحن نعول على الابطال المتواجدون في الميدان، هم باستطاعتهم ولو هم باستطاعتهم ان يخففوا، ولن اقول انها سينهوا هذه الالغام، هذه الالغام لن تنتهي ابدا ولن تتوقف ميليشيا الحوثي الا اذا تم تحرير كل المناطق بجديه، وان تركت القوات المشتركه وتحركت كل الجبهات وضغطت على ميليشيات الحوثي عسكريا حتى وصول صنعاء. انا اقول لك هنا يمكن لنا ان نقول اننا سنقول اننا قد نجونا او بعض من هذه الالغام التي تزرعها، لانه في كل مره كلما تحررت منطقه هي تعود الى المنطقه الاخرى تقوم بالزراعه نفس الطريقه، والتوقف هو من يتيح لها الفرصه لزراعه الغام وعبوات ناسفه جديده. اليوم في الجراحي تفخف على طول الجراحي، تخيل معي من جبل راس وصولا الى البلدة، نصبت حاويات ونصبت خنادق ونصبت عبوات ناسفه وفخخت بالكامل. لذلك يجب على القوات المشتركه وعلى القوات الحكوميه سواء كانت في نيدي او في مارك او في الساحل الغربي ان تتحرك تحرك جادو في ان واحد حتى لا تستطيع الميليشيا الحوثي ان تخوض وقتم في زراعه العبوات الناسفه والالغام، ولكن بهذه قد انقذنا بعض المواطنين ولو اننا سنعاني منها لعشرات السنين، لانها في الاماكن التي زرعتها لانها زرعتها بطرق عشوائيه. فالحل الوحيد ان تتحرك كل الجبهات في ان واحد وان يضغط على الميليشيا الحوثي عسكريا. الامم المتحده صراحه هي ترى من عين واحده فقط، هي ترى من عين مصلحتها وترى وللاسف لا زالت تنظر الى الحوثي على انه مجرد مريض يحتاج الى علاج، لم تنظر له الى انه مجرم يحتاج الى ردع، لم تنظر له الى انه مجرم يحتاج الى من ينهيه وينهي مشروعه والغامه. هذه هي الامم المتحده اذا عولنا عليها وعولنا على السياسه الخارجيه، علينا ان نعول على الابطال وعلى قدراتنا العسكريه في الارض. فانا نحن اتينا من بلادنا ومن بيوتنا لانهاء المشروع الايراني الحوثي داخل اليمن، وسنستمر عليه، وعلينا ان نتحرك تحرك جاد لانقاذ المواطنين اخي فقط. نعم عبد الله ابقى معي اذا سمحت. فؤاد مرحبا بك مجددا. فؤاد، يعني هل فتحت كل المحال التجارية؟ هل عاد الناس إلى أعمالهم بشكل طبيعي؟ ما هو الذي يتخوف منه الأهالي؟ ما الذي تحدث عنه الأهالي؟ ما الذي سمعته من الأهالي؟ نعم الحياة بدأت تعود بشكل كليا في مديرية حريب، لكن هناك مخاوف كما ذكرنا من الألغام التي زرعتها الميليشيا الحوثية بشكل كبير في المناطق وفي القرى والأماكن السكنية، أيضا في الطرق المؤدية إلى مديرية حريب وعلى جنبات المرافق الحكومية. هناك في مديرية حريب قامت الميليشيا الحوثية بزرع كمية كبيرة من الألغام بشكل كبير. هذا ما يتخوف منه الأهالي في هذه المديرية، وهم يعودون إلى منازلهم وإلى أعمالهم ويمارسون نشاطهم التجارية بشكل تدريجي ابتداء منذ أن تحررت المديرية. نعم، هل هنالك حديث أيضا عن انفجار ألغام ومتفجرات بأحد الضحايا بشكل يومي؟ يعني بأحداث مستمرة لضحايا الألغام، لكن لا يوجد حتى اللحظة يعني معلومة حول هذا الأمر، لكن الضحايا بشكل مستمر سواء في مديرية حريب أو في الطرق المؤدية إلى بيحان وعسيلان، هناك ضحايا باستمرار نتيجة الألغام المزروعة في كل مكان. طيب، هل فتحت كل الطرق؟ الطرق الرئيسية حاول الفرق الهندسية تنظيفها ونزع جميع الألغام التي فيها لفتح الطرق لإيصال أو لوصول المواطنين إلى المديرية، لكن هناك ما زالت الطرق مغلقة بسبب الألغام، وهناك جهد كبير للفرق الهندسية في نزع ما تبقى من طرق وتمشيطها لتأمين المدنيين العودة إلى منازلهم. فؤاد المجيدي مراسلنا، شكرا جزيلا لك. استاذ عبد الله، يعني اذا كيف نضمن يعني فتح كل الطرق؟ يعني على الاقل يتحرك الاهالي بطمانينه، يعني عدم وجود التخوف في اوساط الاهالي في اي مكان يتم تحريره، ولا نتفاجأ بقصص كالتي ذكرتها انت والى هذه اللحظه تسمعون عنها في الحديده.
نعم كما ذكرت لك علينا ان نسرع لانقاذ يمكن انقاذه، اما نحن لا نتخلص من هذا، هذا يحتاج جهد ويحتاج وقت. لا لا اقصد في المناطق التي تم في المناطق في السابق علينا ان ننقذ في المناطق التي تم تحريرها. نعم اخي حتى في المناطق التي تحريرها تعمل القوات المشتركه لتطهير كل المناطق التي تم تحريرها، ولكن هناك عناصر تقوم بالتسلل الى مناطق الى المناطق المحرره وتقوم بالزراعه مره اخرى من جديد. هذه هي المشكله هنا، ولكن اذا اردنا ان ننقذ ما يمكن انقاذه علينا ان نضغط على الميليشيا الحوثي عسكريا حتى لا نتيح لها فرصه اضافيه بصناعه وزراعه العبوات من جديد. هذه هي الحقيقه اخي، اذا زالت العبوات الناس هنا في الساحل الغربي تحصد ارواح المواطنين بشكل يومي في المناطق التي ذكرتها لك التي اطلقها القوات المشتركه، هناك ضحايا بشكل يومي وميليشيا الحوثي تتغطى عليها ولم يراها الراي العام في اماكن قريبه. الضحايا الذين يذهبون لهذه الالغام يجب ان ترفع عنهم تقارير كامله ويجب ان تكون هناك احصائيه دقيقه. من يذهبون ضحيه تخيل انهم اطفال ونساء، وهؤلاء يعد قتلهم محرم دوليا، فهؤلاء هم كلهم ضحايا للعبوات الناس. ولكن للاسف عولنا على المجتمع الدولي وعولنا على الامم المتحده، لكن الامم المتحده لم تحرك اي ساكن تجاه هذه الجرائم الى الان. الامم المتحده دورها تتحرك، اذا تحركت القوات المشتركه لتحرير مدينه الحديده وتحرير بقيه المحافظات فقط نرى هنا تواجد الامم المتحده وتحركاتها تجاه مساعيها مره بسلام ومره بظروف انسانيه ومره بمسميات اخرى، ولكنها لم تتحرك تحرك جاد تجاه هذه الجرائم التي تحدث في الساحل الغربي وفي غير الساحل الغربي لما يقارب 4 أو 5 سنوات. هذه هي المشكله، وعلينا الان اذا اردنا التخلص او الانقاذ ما يمكن انقاذه ان نتحرك عسكريا ونضغط عسكريا على الميليشيا الحوثي، ولا نتيح لها فرصه لزراعه الالغام في مناطق اخرى. بعد كما ذكرت لك كلما تحررت منطقه انتقلت الى منطقه اخرى للزراعه، ولن تتوقف هي ابدا، هي مشروعها القتل، هي تحمل شعار الموت ولن تتوقف عن زراعه الالغام في الساحل ولا في الساحل اخي. نعم عبد الله عسيلي المسؤول الاعلامي للواء الثاني زرانيق، شكرا جزيلا لك. عقب هذا الفاصل نذهب إلى المحور الثاني من هذه الحلقة. نعم نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن يعني افتتاح لمدرسة وإعادة التعليم إلى مساره الصحيح، وسنتحدث أيضا عن عدم يعني نية الميليشيا ترك التعليم في حالة بدليل تفجير لمدرسة 26 سبتمبر في شمال حيس. تتسابق أياديهم لإعادة تأهيل مدرستهم قبل أن تتسابق أقدامهم للهرولة سعيا لطلب العلم في مدرسة القعقاع بمدينة حيس التي كانت إلى جوار المدنيين والتي تحولت إلى خراب بفعل القصف الحوثي المتواصل. فصول دراسية نالت نصيبها من القذائف والرصاصات وعانت من الإهمال بشكل جعلها تبدو مكبا للنفايات. مدرسة القعقاع الصرح التعليمي الشامخ العامر الذي تخرج منه الكثير والكثير من الدفعات، هذه المدرسة غادرناها ما يقرب من 5 سنوات تقريبا نتيجة للحرب، فتحولنا إلى مساجد وإلى منازل. المدرسة كانت تستوعب 1200 طالب، الآن وبحمد الله رجعنا إلى المدرسة بعدما تحررت المديرية، لكن مع الأسف الشديد وجدناها أثراً بعد عين، كل ما فيها انتهى. كنا ندرس في مدرسة القعقاع صف خامس، لحنا 4 سنة، الآن أجينا كده حنا صف تاسع، أجينا في المدرسة حقنا لا فيها كراسي ولا أي حاجة. بعد جهود متواضعة تم بدء عودة طلاب حيس إلى مدرستهم بشكل تدريجي في أحد مظاهر عودة الحياة إلى المديرية بشكل عام، وبالجهود البسيطة تنسي هؤلاء الطلاب الدمار الجزئي للبنية التحتية لمدرستهم.
نحن مدرسين مدرسة القعقاع بعد تحرير حيث كافة من الانقلابيين، فكانت هذه المدرسة في خط التماس، وكانت العملية التربوية موقفة فيها، والآن بدأنا العودة، فوجدنا المدرسة في وضع يعني مزري وكارثي، خراب، طمايم، مخلفات، بخائر غير منفجرة، تشكل خطر كبير على الطلاب وعلى حياتهم وعلى صحتهم. الفصول انتهت، الحجرات الدراسية كذلك مدمرة نهائيا، يعني شبه منتهية، كل الأثاث اللي فيها يعتبر انتهى، والآن تحتاج إلى أيادي خيرة، إلى أهل خير، إلى صناع معروف، إلى فاعل خير أن ينظروا لهذه المدرسة. مدرسة القعقاع في حيث إحدى شواهد الحياء ودمار الحرب في آن واحد، بل أن هذه المدرسة هي واحدة من 9 مدارس طالها قصف الحوثيين في أطراف ومركز المديرية، والتي ما تزال تنتظر جهودا حكومية ودولية ومجتمعية لإعادة تأهيلها وتطبيع الحياة في المديرية بشكل عام. أهلا بكم، وينضم معي أحمد بكري مدير مكتب التربية في حيث. أستاذ أحمد مرحبا بك. أهلا وسهلا. هو مؤلم أستاذ أحمد أن نرى آثار يعني القذائف على الصرح التعليمي، ولكن الشيء الجميل أنه الطلاب الآن بدأوا يعودوا إلى المدرسة، ينظفوا مدرستهم، بيتحركوا في اتجاه العملية التعليمية. صف لنا يعني حدثنا أيضا عن عودة العملية التعليمية إلى مسارها الصحيح، وما هي الصعوبات والعراقيل التي بتواجهكم وتواجه الطلاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وقبل كل شيء أهم بثلاث لنا اليوم في تلامس لهم ومشاكل أبنائنا الطلاب. طبعا مدرسة القعقاع هي إحدى مدارس من 9 مدارس تتعرض للقصف والهجوم العشوائي بالهاونات من قبل ميليشيات الحوثية، وقد أثرت على مدارس الأطراف من ضمنها مدرسة القعقاع وخولة والتضامن. وقد سنعود الاتصال بك أستاذ أحمد حتى يتضح الصوت أكثر. حسام بكري مراسلنا في حيث، مرحبا بك حسام. مرحبا بك يا أستاذ بندر. نعم حسام، حدثنا عن فرحة الطلاب، ما الذي رأيته؟ كيف كان الطلاب يعني وهم فرحين بعودتهم إلى مدرستهم في ظل كل هذا الخراب؟ طبعا الطلاب هناك فرحة غامرة دخلت في نفوس الطلاب الذي عانوا من القصف الحوثي طيلة 4 سنوات على مديريتهم، والذين انحرموا من الدراسة طيلة أيضا هذه السنوات الماضية، فحرموا بعضهم يعني كان في الصف الخامس عندما غادر من مدرسته كما تحدث التقرير في القناة، وعاد إلى مدرسته الآن هو في المرحلة في الصف التاسع، فعاد إلى مدرسته بشوق، والطلاب جميعهم تجمعوا وبجهودهم الذاتية قاموا بتنظيف مدرستهم وشواهد الميليشيا التي تركتها في جدرانهم الملطخة بالشظايا وبالرصاص، فحتى يزيلوا هذا الكابوس الذي يؤثر على حياتهم المستقبلية في لدى الطلاب أثناء ممارستهم للتعليم. طبعا الطلاب كانوا طيلة هذه السنوات والقصف الحوثي على مديرية حيث كانوا يتلقون التعليم في المساجد وفي البيوت وفي محلات، حتى لا يصبحوا هدفا لهذه الحرب الحوثية التي أشعلتها هذه الميليشيا على اليمن واليمنيين. ولكن لا زالت هنالك أهداف للميليشيا الحوثية، يعني هنالك حديث عن تفجير لمدرسة، مدرسة 26 سبتمبر في شمال حيث. نعم أستاذ بندر. طبعا الميليشيا الحوثية عند دحرية من المركز من قرى أرياف حيث دمرت ما يقارب 5 مدارس، أولا مدرسة الوعي وخديجة في قرية الرباط جنوب حيث، وكذلك فجرت مدرسة النور بالرون شمال غرب حيث، وكذلك شمال حيث مدرسة 26 سبتمبر. هذه الميليشيا تسعى لطمس الهوية اليمنية، وكذلك القوات وعندما دحرت هذه الميليشيا من
من هذه القرى اصبحت ان هنالك ملازم قامت بطباعتها الميليشيا الحوثيه لتفخيص عقول الطلاب واستبدالها بدل المناهج الذي كان يتلقوا فيها الطلاب سابقا، استبدلت بافكار فارسيه طائفيه تسعى الى هدم الهويه اليمنيه ومحو الثوار الاحرار الذين شخصيات الثوار الاحرار الذين شاركوا في ثوره 26 سبتمبر وقضوا على الامامه، واستبدلتها بشخصيات فارسيه وصور الهالكه والصريح حسين بدر الدين. نعم. أستاذ أحمد مرحبا بك من جديد، كنت سألتك عن عودة يعني حدثنا عن عودة الحياة التعليمية إلى مسارها الصحيح، الصعوبات العراقيل التي تواجهكم. الطلاب فرحين بعودتهم إلى مدارسهم فرحة غامرة لا يسع ولا تتصف. طبعا بعد التحرير للمديرية الطلاب الآن في صدد الإقبال للمدارسهم، إلا أنهم متخوفين من زراعة الألغام التي وضعوها المشرية الحوثية في الأرياف وعلى مقربة من المنازل وفي المزارع، وهذا الذي الآن يخاف الطلاب من مرور الأماكن هذه حتى لا يصير هناك ضحايا. طيب هذا أستاذ أحمد، هذا واحد من الصعاب والعراقيل، ما هي أبرز الصعاب؟ أيوة كذلك عدم توفر المنهج إلى الآن، ما في إلا من الأول إلى الثالث بنسبة 100%، في بعض المناهج نعانيها، وتم إتلاف الملازم الحوثية التي كانوا يعطوها للطلاب من أجل طمس الهوية اليمنية وأتلفوها بالكامل الطلاب عندما تم التحرير، واستهدفوا فيه بالمديرية 5 مدارس اللي هي مدرسة الكفاح بالحمينية هي أساسية، ومدرسة الوعي ذكور، ومدرسة خديجة إناث بقرية الرباط، وكذلك مدرسة النور بالرون وهي أساسية، وما أيضا في 12/2 تم يعني تفجير وتفريق مدرسة 26 سبتمبر اللي هي في بيت الحشاش، ولم يكتفوا بذلك، قاموا أيضا بتفجير مشروع المياه. الهدف من ذلك كله تأجيل الشعب وإعادة اللاجئين. طيب احنا الان استاذ احمد، احنا الان امامنا طلاب، يفترض انه نزيل كل ما علق في اذهانهم خلال الفترة السابقة، وايضا يعني انا بشاهد المدرسة يعني وهي يعني شبه مدمرة، يعني كيف يمكن للطالب يعني ان يتعلم في يعني في الاجواء المحيطه، يعني على الاقل لو في ترميم للفصول، ترميم للمدرسه من الخارج. ناشدنا وانا نناشد وما زلنا نناشد بتدخل المنظمات، الا ان المنظمات تتجاهل ذلك، غير منظمه واحده هي التي نعم. سنعود الاتصال بك لأنه موضوع مهم أستاذ أحمد. حسام أيضا هنالك فرق بين الأيادي، أيادي الطلاب التي ترفع المخلفات والتي تحاول أنه يعني تحسن وجه المدرسة اللي دمرتها الميليشيا الحوثية، وبين ما تقوم به الميليشيا الحوثية. يعني هنالك مدارس تمت زراعة ألغام ومتفجرات تحت السلالم وفي الفصول. طبعا هذه المدرسه القعقاع، عفوا مدرسه القعقاع، هذه كانت واقعه في خطوط التماس وكانت هدفا عسكريا للميليشيا، وتستهدفها يوميا عندما تشن هجماتها الارهابيه على الاحياء السكنيه في مركز مديريه حيث. فهنالك العديد من المدارس كانت في مركز المديريه استهدفتهم الميليشيا، كذلك مدرسة خولة بنت الأزور، ومدرسة الحصة، ومدرسة 7 يوليو، ومدرسة النهضة، ومدرسة الوحدة، ومدرسة التضامن في بيت مغاري، وكذلك مدرسة أبو القاسم في منطقة السبعة، وكذلك مدرسة الثورة في منطقة السبعة أيضا. كل هذه 9 مدارس كانت في مركز المديرية، كانت هدفا عسكريا لميليشيا الحوثي. ناهيك عن المدارس ما يقارب 40 مدرسة في قرى أرياف حيث والتي كانت تسيطر عليها سابقا، أغلبها قامت بتفخيخ هذه الألغام بشكل كامل،
وعندما اندحرت هذه الميليشيا من هذه القرى قامت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة وفريق نسان السعودي بنزع هذه المفخخات التي لغمت الميليشيا داخل المدارس، وبعض المدارس فجرتها الميليشيا كما ذكرنا لك، هنالك 5 مدارس فجرتها الميليشيا. نعم حسام بكري مراسلنا في حي، شكرا جزيلا لك. أستاذ أحمد أكمل فكرتك بالنسبة للرسالة للجهات المعنية لعودة العملية التعليمية إلى المسار الصحيح، وأيضا نضمن للطلاب يعني على الأقل عملية تعليمية يعني لاحظ أن هناك أستاذ أحمد أيضا يعني آثار نفسية لما تعرض له الطلاب وتعرضت له مدارس هؤلاء الطلاب. طبعا الان هناك دورات دعم نفسي للمدرسين من اجل تعليم للطلاب واعاده الدوافع النفسيه والرغبه للعمليه التعليميه، وهناك رغبه كبيره للطلاب باستكمال عامهم هذا الدراسي، ولكن في اجواء برضو قلت كما ذكرت الالغام هي العائق الوحيد لي، وعدم وصول الطالب للمدرسه هي الالغام، وكذلك التفريغات هي عبارة عن أقلام، عبارة عن بلوك، عبارة عن يعني أسطوانات، يعني لا تتوقع أن يكون هذه الأرقام تقوم بها زراعة الميليشيات الحوثية، ما تقوم بها إلا أيادي إجرامية تريد إنهاء العملية التعليمية باليمن وإنهاء الشعب اليمني بعدة طرق. أبرز الرسائل أستاذ أحمد، نناشد الأمم المتحدة بأن تضع حد للميليشيا الحوثية في المديريات الأخرى، غير حيث الحديدة الحرة، هناك مديريات أخرى تعاني من نفس ما عانت عليه، حيث أن تضع حد للميليشيا الحوثية بعدم استهداف المنشآت البنية التحتية، ونناشد دخول المنظمات إلى مديرية عيش وتنعش العملية التعليمية وعودة الحياة والمسار التعليمي بمساره الصحيح. نعم. كان في المدرسة ما يقارب 1100 طالب في مدرسة القعقاع. هذا فعلا مدرسة القعقاع ومدرسة حول هؤلاء المدرستين يعني أكثر من 2600 طالب وطالبة بالمدرستين الوحيدة، لأن أساسي ثانوي هذه المدرستين الوحيدة اللي وفي جوارها مدرسة النظرة تضم 1500 طالب. الآن اللي حرموا من التعليم في مدارس الأرياف ما يقارب 8000 طالب وطالبة الذي محرومين من العملية التعليمية. بجهودكم أستاذ أحمد وبجهود الجهات المعنية بإذن الله تعالى وجهود كل الخيرين وجهود الجميع بإذن الله تعالى سنضمن أنه يعني يعود كل الطلاب إلى مدارسهم، وأيضا يعني يتم التعاون مع الطالب، يعني الطلاب بيحاولوا قدر الإمكان يعني يرجعوا لمدرستهم، وشاهدنا كيف بيحاولوا أنهم يرفعوا المخلفات والنفايات من المدرسة، ولكن مش جهد الطلاب فقط يعني اللي حيرجع العملية التعليمية، نتمنى تكاتف جهود الجميع. هل من كلمة أخيرة لك أستاذ أحمد؟ العملية التعليمية إن شاء الله ستستمر وستنهر بوجود الناس الخيرين، وكما قلت الكلمة الأخيرة نناشد المنظمات بالتدخل في المديرية حيث من أجل إنعاش العملية التعليمية، وهناك مشام تقوم بها الألغام وما زالت الآن تزيح الألغام، فنشكر جهودهم هذه الجبارة التي يقومون رغم أنهم يروحوا منهم ضحايا، لكن من أجل خدمة الطالب وتسهيل وصوله للمدرسة إلا أنهم قائمين بعملهم على أكمل وجه. نعم رحم الله الشهداء، شهداء من يحاولون نعم وشفى الله الجرحى. أستاذ أحمد بكري مدير مكتب التربية والتعليم في حيس، شكرا جزيلا لك، الشكر لكل ضيوفي في هذه الحلقة وللمشاهدين الأعزاء، في أمان الله.